يبقى معنا من مخيم طول الكرم مراسل التلفزيون العربي عميد شحادي. عميد، انتهاكات جديدة للاحتلال في مخيم طول الكرم، وآخرها يتعلق بالاعتداء على موظفي الأونروا أيضا في المخيم، وليس فقط على طواقم الإسعاف كما رصدت في تقريرك. زاهر، نراقب هنا منذ 3 ساعات يحاول موظفو الأونروا الدخول إلى مخيم طول كرم لإجلاء موظفين آخرين عالقين داخل مبنى العيادة التابعة للأونروا. 17 موظفا ما زالوا عالقين داخل المخيم، وجيش الاحتلال الإسرائيلي هذه المركبة كنا نراقب ما الذي يجري معهم. هم غير مخولين بالحديث، ولكننا نشاهد ما الذي يجري مع موظفي الأونروا الذين يقفون هنا عند مدخل مخيم طول كرم منذ 3 ساعات. هذه السيدة حاولت الدخول إلى المخيم، جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي أشهر سلاحه على هذه السيدة وقامت بالعودة مرة أخرى إلى مدخل المخيم. 3 مرات طرد جيش الاحتلال الإسرائيلي موظفي الأونروا الذين يحاولون نقل زملائهم، إخلاء زملائهم من مبنى العيادة بعد أن علقوا داخل المبنى، ولم تسمح قوات الاحتلال الإسرائيلي للأونروا بنقل موظفيها من داخل المخيم. تصل الآن آلية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي من هذا الاتجاه، والمزيد من الآليات في الوقت الذي تتواجد فيه أيضا سيارات الأونروا في هذا الموقع. تعزيزات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي تصل الآن إلى هذا الموقع كما نشاهد هنا زاهر. قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال ما شهدناه على أرض الواقع هناك استهداف مباشر للأونروا، نتحدث عن 17 موظفا عالقون في مبنى العيادة التابع للأونروا، والأونروا ينسقون بشكل مباشر مع الاحتلال الإسرائيلي للسماح لهم بالدخول إلى المخيم ونقل موظفيهم. هناك أيضا في العيادة أطفال عالقون كانوا موجودين داخل عيادة الأونروا قبل أن يبدأ هذا الاقتحام، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شاهدنا هنا أنه طرد موظفي الأونروا 3 مرات. عملية ما يجري مع موظفي الأونروا هنا يمكن القول أنه شيء خطير، تحديدا نتحدث عن مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، ولكن التحريض الإسرائيلي من الحكومة الإسرائيلية على معاملة موظفي الأونروا كمنظمة إرهابية كما تصفهم الحكومة الإسرائيلية يؤدي إلى هذه النتائج. جيش الاحتلال الإسرائيلي شهدنا الجنود وهم يشهرون السلاح على هذه الموظفة في الأونروا ويمنعونها للمرة الثالثة من الدخول لنقل الموظفين الذين علقوا داخل المخيم. في هذا الاتجاه زاهر هنا أيضا مركبات للأونروا ومركبات للهلال الأحمر، هنا يتمركز الممنوعون من دخول المخيم، المؤسسات الطبية والمؤسسات الأممية، ولكل من هؤلاء أهداف للدخول إلى المخيم. الأونروا تريد إجلاء موظفيها العالقون والذين يناشدون عبر الهواتف، سمعتهم عبر الهواتف يناشدون الموظفين في خارج المخيم بأن يفعلوا أي شيء لنقلهم من مركز العيادة، لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر المنطقة بشكل كامل ويسمعون إطلاق نار في بالقرب من مركز العيادة، وبالتالي هم بحاجة للخروج من المركز، ولكن جيش الاحتلال لم يسمح لهم بالخروج. نلاحظ ما الذي يفعله جيش الاحتلال هنا، هو لا يسمح لموظفي الأونروا في الخروج، ولكنه في الوقت ذاته يطرد الأهالي من داخل مخيم طول كرم. هذا ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي، من يحتاج إلى الخروج من المخيم لأنه عالق في مكان عمله يبقيه جيش الاحتلال في مكان عمله ولا يسمح له بالخروج، ومن لا يريد أن يخرج من المخيم لأن بيته هنا يجبره جيش الاحتلال الإسرائيلي تحت تهديد السلاح بالخروج من منزله. عشرات العائلات تم طردها من هذا المخيم. هنا طواقم الهلال الأحمر والأونروا، مؤسستان تستهدفهما قوات الاحتلال الإسرائيلي في كل اقتحام لمخيمات شمال الضفة الغربية، ولكن اليوم في مخيم طول كرم الصورة أكثر وضوحا، ونحن نرصد منذ 3 ساعات محاولات الأونروا وهم غير مخولين بالحديث مع الإعلام، ولكننا نرصد محاولاتهم للدخول إلى المخيم وإشهار السلاح عليهم وطردهم 3 مرات دون السماح لهم بالدخول إلى المخيم. الهلال الأحمر نسمع يصله اتصالات من داخل المخيم، يقول من هم بداخل المخيم، هناك امرأة حامل في حالة ولادة بحاجة للخروج إلى المستشفى. منذ ساعة والهلال الأحمر يحاول الدخول إلى المخيم لنقل امرأة حامل إلى المستشفى. خلال مع بدء هذا الاقتحام، بعد الساعات الأولى من بدء الاقتحام عند ساعات الظهيرة، تمكنت طواقم الهلال الأحمر من نقل حالة ولادة اضطر
اضطرت العائلة لنقلها سيرا على الأقدام ومن ثم حملا بالأيدي من داخل المخيم إلى أطرافه، ومن ثم استلمها الهلال الأحمر وتوجه بها إلى المستشفى. أما الحالة الثانية التي ورد اتصال قبل تقريبا ساعة لطواقم الهلال الأحمر العاملين في هذا الموقع للوصول ونقل حالة ولادة لامرأة حامل داخل المخيم، منذ ساعة يحاول الهلال الأحمر نقل هذه الحالة، ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي منع طواقم الهلال من الدخول إلى المخيم لنقل حالة ولادة، وقبلها منعهم من الوصول إلى المركز الطبي التابع للأونروا لنقل هناك حالة مرضية كانت هناك. استمرت محاولات الهلال لمدة ساعة ونصف، ومن ثم تمكنوا من نقل حالة مرضية. الأوضاع صعبة هنا، ما يجري مع الأونروا ويوضح ما تريده قوات الاحتلال الإسرائيلي من هذه الاقتحامات، هم يستهدفون مؤسسة للأمم المتحدة. بالنسبة للفلسطينيين عندما يشاهدون هذا الأمر أن مؤسسة تابعة للأمم المتحدة يتم إشهار السلاح على موظفيها وطردهم ثلاث مرات وحجز أو احتجاز بطريقة مقصودة لعدد من الموظفين، لا يسمح لهم بمغادرة مبنى العيادة، فعمليا الفلسطينيون يقولون ويعرفون أنه بما أن مؤسسات الأمم المتحدة قوات الاحتلال تستهدفها بهذه الطريقة، هذا يعني أن جيش الاحتلال ليس لديه أي خطوط حمراء عندما يقتحم المخيمات والمدن في الضفة الغربية، وهو ما يجري فعليا. ربما لدى هؤلاء الموظفين من وكالة الأونور وتخوفات من أن يجري معهم هنا في الضفة الغربية ما يجري وما جرى مع زملائهم في قطاع غزة. كانت هذه المركبات زاهر التي تحمل إشارة UN، كانت هذه المركبات لها حصانة كبيرة في الضفة الغربية، سواء على الحواجز أوقات الاقتحامات، في كل وقت كان لهم حصانة من اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن هذا الأمر تغير بعد تحريض مستمر لمدة شهور وتصريحات مستمرة لمدة شهور من رئيس الوزراء الإسرائيلي وأعضاء متطرفين في الحكومة الإسرائيلية يتهمون الأمم المتحدة وأي شخص يطالب بالعدالة للفلسطينيين بأنه إرهابي. تغيرت الأمور على أرض الواقع، أصبح استهداف سيارة للأمم المتحدة ليس أمرا صعبا بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي حتى لو غطي على الهواء مباشرة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع مؤسسات طبية ومؤسسات للأمم المتحدة من الدخول إلى مخيم طول كرم فقط لنقل حالات مرضية، نعم، حالات ولادة، لنقل موظفين عالقين ومن بينهم أطفال عالقوا داخل مبنى العيادة التابع للأونروا في هذا المخيم. الحصيلة الأولية زاهر كما كنت تتحدث في بداية هذه المداخلة، هناك شهيد شاب وشهيدة سيدة قتلتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهناك 11 إصابة وصلت إلى مستشفيات مدينة طول كرم، وهناك حصار مستمر للمستشفى الحكومي واقتحام كرر مرتين لمركز الهلال الأحمر في هذه المدينة، واعتقل مسعفين من داخل المركز مع استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في نشر قواته في 11 موقعا سواء داخل المخيم أو في محيطه أو في محيط مستشفيات المدينة. عميد شحادة مراسل العربي من أمام مخيم طول كرم، شكرا جزيلا لك.